سألت الأستاذ وائل حبان كيف بديت مشوارك الفني مع صوتك؟ مين اكتشفه؟ كيف خطر لك أنه صوتك رح يكون جسر العبور لبرامج كتيرة؟ وبالتالي كيف دخلت المجال الافتراضي بواسطته؟ السلام عليكم، فخور جدا بأني حظيت بهذه الدقائق في فيديو من فيديوهات الأستاذ الكبير ياسر العظمة، هذا المحتوى العظيم وهذا الإنسان الراقي، شكرا جزيلا. وجدت نفسي في هذه المهنة أو وجدتني هذه المهنة بالأحرى. نحن بالأساس والدي رحمه الله زرع فينا فكرة الموهبة، يجب أن تكون جاهزا بأي لحظة لأنه تلاقي موهبتك بيوم من الأيام. امتهن مهنة، دروس دراستك، اشتغل على حالك إلى آخره، لكن الموهبة شيء آخر ربما ستكتشفها يوما وستكون مصدر رزق وستكون حياة موازية تماما. وكمان عطانا أفكار كبيرة عن المهنة، هي موهبة من الخالق، يوم تجدها احتفي بها، دللها، اهتم بها إلى أبعد مدى، ما تهملها، ما يلا أنا موهبتي الرسم وخلصت الحكاية هون، لا لا، أنا موهبتي الغناء، أنا موهبتي الفويس أوفر، التعليق الصوتي إلى آخره. ومن هون أنا بدأت قصة البحث عن الموهبة. ما كنت جاد بالبحث عن الموهبة أنه أنا شو موهبتي، لا، كنت ماشي بطرق أنه السعي في الحياة وفي الرزق وإلى آخره، لكن شاءت الصدفة وبيجي شخص لا يفقه بالعربية شيئا وهو إعلامي ومستشار بالإعلام أجنبي وبيسمع صوتي بيقول لي أنت حتكون صوت محطة رئيسية أنا ذاك في دبي. وبدأت من تلك اللحظة السعي في مناكبها، رحنا أمريكا ورحنا دورات وورش عمل في هولندا في كذا دولة، والحمد لله الآن نحن نتمتع بهذه الموهبة ونمتع الآخرين إن شاء الله بها. في النهاية سأقدم لكم أستاذي هدية بسيطة من كلماتك منك وإليك، أعيدها إليك بأسلوبي: إن رضيت دمشق، الأبيات الأخيرة، إلى المايك. يا شام، يا شام، أنت منارة سطعت، قد شع فوق جبينك الطهر، عرفت مكانتك الدنا زمنا، أنت العلا يزهو بك الفخر. يا شام، يا شام، لن ننساك إن ننسى، حتى يضم رفاتنا القبر، مهما اعتذرنا عن إساءتنا قد لا يليق بقدرك العذر. هذه دمشق يزينها أدب، من صيتها يستخرج العطر، فدمشق عاصمة الزمان، فإن رضيت دمشق تبسم الدهر.